السلام عليكم. احنا مازالين في العشرة ديال القطارات، العشرة ديال القطارات تقريبا نص فيها خاوي. انتم كما كتشوفوا غابة وفيرما تال الصيد تبارك الله. انتم كما هي هذه، غادي نبداو فيها البير. الدويرة هي هذه، التراكتور هو هذاك. هانتوما عشرات القطارات تقريبا كلها خاوية، تكون فيها واحد جوج قطارات هما اللي فيها الزيتون وفيها الخوخ، وما هذا اللي قدامك دايرة تبارك الله بهذا العرعار هذا. عشرة ديال القطارات محفظة بالنسبة للوريقات ديالها، تيتر تيتري مريقلة. هي هذه دايره بهذا العرعار هذا، جات بلاط تبارك الله سينيه. ها انتم كما كتشوفوا قدامكم، فيها البير، فيه الماء موجود كافي. غير راه هذا السيد هذا ما كاينش لي قبال، والتمنات لان راه ما كتخدمش كما كتشوفوا، حتى الارض راه موده ما تزرعات وما تخدمات. الله يسهل في مولاها اللي غادي يريقلها ان شاء الله وغادي ترجع مريقله. ها انتما كما كتشوفوا الارض راه مده ما مخدومه. دابا السيد مولاها تلقى البيع. هي هذه الارض عشرة دكتارات، فيها شويه الزيتون، فيها هذا الخوخ، دايره بهذا العرعار، فيها التراكتور، فيها البير. هي هادي مازال ماشي نوصل للدار، وندوزو نشوفو البير ان شاء الله. ها هي فين شادة عاود، راه مازال غادي الارض ديالها بلا. ها انتوما الارض ديالها سينية تبارك الله، مون بسيطة، التربة ديالها فلاحية. ها انتوما شوفو غير هاد الشجر تبارك الله، ما كتخدم ما والو. هانتوما هاد الجيران ديالها راه مديرين واحد الجريده حنايا، والبير وكل شيء. تبارك الله بلاصه ديال الفلاحه، منطقه الفلاحه. هانتوما هاد السيد عاود جارو اللي من هاد الجهه داير هاد القمح، شوفوا هاد الشيء ديالو كيفاش مازال داير تبارك الله، يعني ارض فلاحيه تبارك الله. هانتوما هادو الجيران ديالو، وهي هذه الفيرما هي اللي دايره بهذا العرعار. حنا غندخلوا لعاود نكملوها من هنا. هانتوما هادو كوارع، كوارع هنا، وهذه السكينه. العشرة د القطارات اللي محفظه هي هذه، هي فين الضو واصل، هي هذا الطريق كاينه، ها هو الضو وسط البلاد. هانتوما عندها حقها في الغابة ديالها. هانتوما راه دايرة تبارك الله عشرة القطارات محفظة، مالية تيتر للبيع. تقريبا كما قلنا فيها واحد جوج قطارات ولا جوج، كل شي حاجة هي اللي مزروعة مجهزة، الشاريو التراكتور كل شي. الطريق واصلة، المحافظة كاينة، الضو كاين، الخير هو هذا. البلاد فلاحية تبارك الله كما كتشوفوا. الدار هي هذه،
صار الخدمة إن شاء الله. ها أنتم ما دايرة بهاد العرعار كاملة؟ أرض ديال الفلاحة عشرة القطارات محفظة نادية تيتري، فيها الزيتون وفيها الخوخ فيها الدويرة فيها التراكتور. هي هذه فيرما، هي هذه كما كتشوفوا.